لعبه كاد ويداتي لبسان ان يفتتح مجال التهديف. اونتيسيبي وتدخل في الوقت المناسب. وكره اخرى لصالح ويداتي لبسان، التسديده خطيره. ونشوفوا الان هو كره من هنا، كره صالح الحارس بوستر حمزه صاحب القدم اليسرى امين بن بلعيد، توزيعته ممتازه ممتازه. هذه الكره دائما الخطر، دائما الخطر، دائما الكره في منطقه العمليات. القائم يقول لا لكره وداد تلمسان، الحظ ادار ظهره. الجروبمون في الوسط يروحوا بالهجمات المعاكسه. هاي اول وكره من هناك ناحيه معنصر، معنصر معنصر، التوزيعه خطيره صعبه. والهدف الاول لصالح مولودية العلمة. مولودية العلمة تتمكن من افتتاح مجال التهديف بعد هربة على الجهة اليمنى من معنصر الذي مرر كرة على طبق ناحية كفي مخلوف. والأهزيج تعالى من المدرجات، ركنية ركنية خطيرة خطيرة. هذه الكرة في منطقة العمليات، ماذا يقول الحكم؟ ما يقول ولا شيء، يقول ركنية. الإعادة دائما هدف دون رد لصالح مولودية العلمة. ممتازة ممتازة ممتازة. ممتازة هذه الكرة لصالح وداد تلمسان. الوداد يتمكن من تعديل النتيجة في وقت حساس، في وقت مهم جدا. سعد اسماعيل يتمكن من تعديل النتيجة لصالح وداد تلمسان بطريقة وبكيفية. دلهم طلب الكرة، معنصر، معنصر ينطلق، ما فيش وضعية تسلل. ممتازة من معنصر، ممتازة ممتازة، يراوغ بطريقة ممتازة، سلسلة من المراوغات، وهدف بطريقة ممتازة لصالح مولودية العلمة بعد سلسلة من المراوغات. ما فيش وضعية تسلل، شوف هنا راوغ المدافع بطريقة ممتازة، ثم المدافع الثاني وسدد في الزاوية التي لم يكن ينتظرها الجميع، ويتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح مولودية العلمة. قلت لك الأخطاء أن الهجومات المعاكسة لمولودية العلمة. بورحلة يعود مع زملائه، التوزيعة ممتازة. وهدف تعديل النتيجة. ها هي الإعادة، شاهدوا هنا، شوف الانطلاقة من سعادي، انطلاقة من سعادي و بلوناس. بالفعل كم أنت محظوظ يا بلوناس، كم أنت محظوظ يا بلوناس في الكرة الأولى، كرتك الأولى في الشباك يا بلوناس. بلوناس يتمكن من تعديل النتيجة لصالح وداد تلمسان. وفي هذه الأثناء الحكم السيد إلياس مباراة